نساء الأبراج الرغاية اللي ممكن يسيبوا حقهم في أي حاجة إلا الرغي، اللي أنت ممكن لو سألتهم على حاجة أو استفسار ممكن بعد كده تقول يا ريتني ما سألت. هما صراحة رغم إنهم رغيين قوي بس لزاز. معانا بقى كل نساء الأبراج من ال 12 للمركز الأول، الموضوع تصاعدي، وكل أنثى تقول لنا إحساسها بنفسها كده وبدرجة الرغي عندها هتيجي في المركز الكام، وأنثى أذكى شوية أو رجل حتى يتوقع معانا صاحبة المركز الأول. وخلوني أرحب بكم سريعا وأدعو اللي ما اشتركش في القناة إن هو يشترك عشان إشعاراتنا تجيله باستمرار يعني. وتعالوا بينا نبتدي، وقولوا معايا يا رب الحلقة دي ما تتسرق، قولوا يا رب في التعليقات لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم. يلا ادعوا معايا إن هي ما تتسرقش أو تتقلد، وتعالوا بينا نبتدي بالمركز ال 12. حد توقع مين اللي هتكون في المركز ال 12 مقارنة بكل نساء الأبراج؟ هي أنثى برج الثور، ملكة الرزانة والعقلانية، واستحالة أنثى تكون بتحمل هذا اللقب. هتيجي يعني في مصاف النساء الرغاية اللي هتيجي في المراكز الأولى. الثورية بعيدة طبعا كل البعد عن موضوعنا مقارنة كمان بنساء الأبراج. نعلى نوصل للمركز ال11، هنلتقي بقنبلة الذكاء العذراوية. وإن كنت شايف أنثى برج العذراء رغاية فتعالى قارنها بنساء كتير، مش هتلاقي يعني إن هي تعتبر رغاية إطلاقا، عشان كده بتيجي معانا في المركز العاشر. نعلى اكتر نوصل للمركز العاشر، العذراء كانت في ال11، هنلاقي السندريلا السرطونة انثى برج السرطان ايضا مقارنة بنساء الابراج كلها تيجي في المركز العاشر. المفروض يعني ان النساء الثلاثة دول ما بيرغوش المفروض، وان كنت انا عارف ان كل النساء بتحب الرغي، ولكن الموضوع بدرجات. هنبدأ بقى من المركز التاسع، نخش في منطقة وسطى، ورجاء لو شايفين الحلقة دي ممتعة أو مفيدة ندوس لايك كالعادة توصل لبقية أصدقائنا، وتعالوا بنا بقى ندخل على المركز التاسع ونخش في الجد شوية. التاسع المرأة الحديدية، أنثى برج الجدي الترابي، تعتبر مقارنة بكل نساء الأبراج في المركز التاسع، يعني المفروض إن هي أيضا بعيدة شوية عن موضوع حلقتنا، وتلاقيها تقيلة أوي في نفسها كده، وفي بعض الأحيان تطلع الكلمة بحساب، وفي بعض الأحيان تحس إن هي رغاية. ولكن المجمل بشكل عام عرف عن المرأة الحديدية عن أنثى برج الجد إن هي تميل ما تميلش للنساء الرغاية أوي. نخش في الجد أكتر ونوصل دلوقتي بقى للمركز الثامن برضو، يعني هنلاقي أنثى العقرب فارسة أحلام الشباب وزعيمة من زعيمات الغموض طبعا والجاذبية، العقروبة اللي هتيجي معانا في المركز الثامن يعتبر يعني تحت المتوسط بشوية، لأن برضو الأنثى برج العقرب كده طارة وطارتين، يعني مرة ساعة رغاية وساعتين تفصل ومع نفسها وهكذا، يعني ما بتحبش الرغي قوي وما تصدعكش قوي زي مثلا رباعي خط النار الاربع نساء اللي هيجوا في القمة. نعلى بقى نوصل للمركز السابع ونخش في الجد شوية، هنلاقي الحوتية انثى برج الحوت متفجرة الانوثة. انثى برج الحوت هنلاقيها معانا في المركز السابع، يعني هنبدأ بقى نخش في الجد شوية، تميل شوية لنساء القمة بقى. ولكن ما هي زي الفارسة العنيدة اللي بتيجي معانا في المركز السادس، عشان نخش في الجد وجد الجد والنار بقى والحماسة والنشاطة والشعننة والباور، وكل ده هيقول كلمته مع الحملوي. مهما كانت أنثى برج الحمل عاملة نفسها تقيلة وبالذات في المناسبات العامة، بس برضو يعني بينها وبين نفسها كده رغاية على صغير، يعني تصدعك برضو. دلوقتي بقى موعدنا مع خماسي خط النار الخامس، يعني من باب ان هي اجتماعية قوي ورايقة قوي ودماغها متكلفة قوي، ملكة الروقان طبعا، وانثى من الاناث صاحبات القوة الناعمة الضاربة. هنلاقي الدلوية انثى برج الدلو بتتربع على عرش المركز الخامس. انثى برج الدلو تبان من بعيد ان هي صامتة جدا، ولكن انت قرب منها بس وابدأ خد ودي معاها وشوف انثى برج الدلو طريقتها بقى. لا هي رغاية بقى، ويزعلوا ما يزعلوش انثى برج الدلو،
أنثى رغاية، بتحب الرغي وتسمع يعني تحب ترغي. ما هو النساء بقى اللي احنا واخدينها دي من الدلو وطالع رغاية وتحب اللي يرغي معاها، واخدين بالكم؟ يعني الدلوية لو أنثى كده ما بتتكلمش مثلا والكلام بحساب مثلا زي الثورية أو الجدية أو كده، ما تلزهاش قوي، ما تحبش قعدتها قوي، ما تحب صداقتها قوي، تحس إن هي مخنوقة مش واخدة راحتها مزهقاها. الدلوية تحبك ترغي معاها وترغي معاك. رباعي خط النار بقى في المركز الرابع، البرنسس زعيمة العصابة، رغاية ومن الدرجة الأولى، رغم قوة أنثى برج الأسد والحب الزهو والأنا، وإن هي بتحب ترسم ستايلها الخاص في أحيانا كثيرة، بس ساعة ما تدخل في مود الرغي مش هتفصل حتى لو شديت الفيشة، ما شاء الله ممكن بالتلات أربع خمس ست ساعات، وهات أنت بقى دماغ تسمع ليها. ولكن أنثى برج الأسد زعيمة العصابة مش زي اللي معانا في المركز التالت، كل النساء اللي احنا قلناها دي في منطقة والتلاتة الأوائل في منطقة تانية خالص. العسل، أنثى برج الميزان بتتصدر أو بتحتل المركز التالت عشان تيجي يعني من واحدة من أكتر النساء الرغاية اللي أنت ممكن تقابلها في حياتك، ودمها خفيف زيها زي الدلوية وزيها زي أنثى برج الأسد كده. الميزانية برضو دمها شربات، وأنا قلت في البداية إن أبراج القمة أبراج لذيذة سبحان الله، يعني رغم إن هم رغيين قوي بس لزاز قوي ولطاف قوي، بس صراحة من أول أنثى الميزان وطالع دي الأبراج اللي ممكن تعمل لك هس هس في دماغك، دي الأبراج اللي ممكن تروشك تجننك، واستحمل بقى. في المركز التاني نخش في الجد أكتر وأكتر، وأنثى رغاية أكتر وأكتر، هنلاقي القوسية أنثى برج القوس، وما أدراك ما أنثى برج القوس، وإلا ما كانتش جت معانا في المركز التاني. وصراحة أنثى برج القوس في صراع شديد قوي مع صاحبة المركز الأول، وكانوا هما الاتنين بيتخانقوا على صدارة نساء الأبراج، ولكن الجوزائية طبعا فازت في الموضوع ده، محدش يغلبها في الموضوع ده، هي زعيمة ورئيسة قسم، زعيمة الرغي الأول اللي ممكن انت تقابلها في حياتك أنثى برج الجوزاء، بتتصدر كل نساء الأبراج النهاردة وبتيجي في المركز الأول. أبراج زي ما احنا قلنا فعلا رغاية، فعلا أبراج تحب اللي يرغي معاها وتحبك كمان، سميعة قوي وترغي معاها قوي، بس أبراج لذيذة يعني صعب ينزهق منها بسرعة يعني، ولكن ربنا يتولاك برضو لو استلموك ساعتين ثلاثة كده هيخلوا دماغك قد كده. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، أنا بقرأ كل تعليقاتكم كلها مهما كانت، وإن كان صراحة ممكن ما أقدرش إن أنا أرد عليها كلها يعني، الانستجرام الفيسبوك أصدقائنا اللي بيسألوا إزاي يتواصلوا معايا، احنا بنعمل لايفات يعني عندنا يوم الجمعة ده ثابت على الانستجرام وعلى الفيسبوك، بنعمل لايفات اللي يحب ان هو يشارك معانا، واي حد تاني على الفيسبوك غير محمد ابو زيد بكرر وبقول نصاب نصاب، اعملوا له بلوك واوعوا ان انتوا تتواصلوا مع محمد ابو زيد فقط، اي حد تاني بينزل اي فيديوهات تانية ليا ده نصاب، بيستغل طبعا الناس اللي مشتركة في الصفحات دي. وعندنا قناتين تانيين كمان يا جماعة على اليوتيوب، اسأل محمد وعيلته، قناة الفضفضة وفيها دروس مستفادة قوي، وقناة الكورة هاتريك كورة، الناس اللي بتحب الكورة دايما بقول اللي مش بيزهق مني ويستحملني او بيحب ان هو يشوفني يعني اكتر من مرة في اليوم يشترك، اللي على اليوتيوب هيلاقي كل الروابط دي في وصف الفيديو، واللي على الفيسبوك يخش بس كده على التعليقات اللي تحت في الفيديو هتلاقي انا مثبت تعليق في كل الروابط دي، تشرفوني جدا، والى اللقاء.